بعد ما انتهينا من الساي هندخل على الليج، لكن في المنطقة الفاصلة بين الساي والليج behind the knee هنجد another very important small area اسمها البوبليتية الفصة. هذه الاريا كانت واخدة شكل depression، depression كبير يسموه فصة. البوبليتية الفصة من خلال هذا الديجرام التوضيحي اتكلم على زيها زي اي ايريا في جسم الانسان، لابد من ان استوفي الكلام على 6 هيد لاينز. الستة هيد لاينز بالنسبة لاي ايريا هنراجع عليهم تاني: سايت وشيب، روف وفلور، باوندريز وكونتنس. من خلال هذا الرسم هنتكلم على السايت والشيب. لو حبينا نقول في جملة واحدة هنقول ان شيب هذه المنطقة رومبويدال شيبد اريا. رومبويدال يعني دايموند شيب، يعني ريكتانجولار شيب، شكل معين. هذه الاريا اللي هي رومبويدال ان شيب لايز ات ذا باك اوف ني، يعني تقع خلف الني. ده السايت والشيب. الروف والفلور، روف اي اريا في جسم الانسان زي ما اتفقنا قبل كده هي عبارة عن اربع اشياء. طب اذا كانت هنا في الرسم ده بين الكونتينز فطبيعي انه شال الروف، والروف اللي هو السطح، الاربع اشياء مكون من سكن، سوبرفيشيال فاشيا، ومحتويات السوبرفيشيال فاشيا من الكيوتينيوس نيرفس اند فيزلز. الكيوتينيوس نيرفس اتشالت مع السكن، وهي البوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي اند شورال نيرف. اما الكيوتينيوس فيزل فنهايته فقط هي اللي باينه، هو كان ماشي في هذا المكان على السطح لكن نهايته دخلت في العمق. هذا الفين اسمه سمول او شورت سافينس فين. هذا السمول سافينس فين جاي من الليج من اسفل، لكن نهايته في هذا المكان بانه يخترق ويعدي من الروف يدخل على الكونتينس. ثم الجزء الرابع او الاستراكشر الرابع من الروف اوف ذا بوبليتيا الفوسا هو الديب فاشيا في هذه المنطقه. والديب فاشيا زي ما احنا عارفين كان مفيش، يعني مش واخده شكل معين في كل الجسم، لكن في كل منطقة من مناطق الجسم المختلفة بتاكل شكل معين. في هذا المكان كانت الديب فاشيا واخدة بعض اشكال، كانت بتغطي حزمة النيرف اند فيزلز اللي في هذه المنطقة في صورة بندل طويلة سلندريكال اسمها نيورو فاسكولار بندل، كما انها ايضا كانت موجودة مغطية عضلة من عضلات البوبليتية الفصة اسمها بوبليتياس، وكانت الديب فاشيا اللي في هذه المنطقة اسمها بوبليتيال فاشيا. دول كانوا شكلين الديب فاشيا اللي موجودين في منطقة البوبليتيال فص. الفلور هنسيبها لدايجرام تالي، لكن عاوز اتكلم على الكونتينس. نتكلم على الباوندريز. الباوندريز ما دامت رومبويدال فلها اربعة باوندريز: ابر لاترال باوندري، وابر ميديال باوندري، ولور لاترال باوندري، ولور ميديال باوندري. كان الابر لاترال باوندري بتشكله عضلة البايسبس فيموريس اللي هي العضلة اللاترال في مجموعة الهامسترينجز اوف ذا باك اوف ذا ساي. اما مجموعة العضلات اللي بتشكل الابر ميديال باوندري فكان فيهم واحد السيميتندونوزس قاعد تحت منها بمعنى ديب لها، وديب من هذا الفيو يعني انتيريور، كانت قاعدة عضلة السيمي ممبرينوزس. وتحت السيمي ممبرينوزس كان في الايسكيال بارت اوف الدكتور ماجنس، ثم من على الميديال سايد في الجراسيلس، وامام الجراسيلس كانت في السارتوريس. طيب اذا نزلنا تحت على اللور ميديال باوندري فهنجد فيري بالكي مصل، عضله ضخمه كبيره اسمها جاستروكنيميوس. الجاستروكنيميوس لها تو هيدز، الميديال هيد هتشكل اللور ميديال باوندري، اما اللاترال هيد فهتشكل اللور لاترال باوندري لكنها مدعمه بعضله صغيره مي بي ابسنت واسمها بلانتاريز. اذا جينا نشوف في دايجرام توضيحي
للباوندريز اوف ذا بوبليتيه الفصه. هنرسم اولا الخريطه الجغرافيه لعظام الباك اوف ني حيثما توجد البوبليتيه الفصه. فهنقول ده الباك اوف هيب، وده صوره صحيحه مكونه في اللي ظاهر عندي من الهيب في هذا الفيو هي عظمه الايليوم وعظمه الايسكيوم. اما العظمه اللي بعدهم هي الفيمر، وده منظر للباك اوف فيمر. ودليلي على ذلك حاجتين مهمين جدا: وجود اللينيا اسبرا، اللينيا اسبرا لا يظهر الا من على الباك اوف شافت اوف فيمر بفرعيه العلويين وفرعيه السفليين. كذلك ايضا من الباك اوف فيمر التو كوندايلز ار سيبريتد باي ذا انتر كوندايلر نوتش. اذا نزلنا تحت شويه هنجد ان ايضا منطقه الباك اوف ني هنجد التيبيا اوف فيبولا. الباك اوف تي اوف تيبيا كان واضح في صوره علامتين تشريحيتين مهمتين، تو امبورتنت اناتوميكال فيتشرز. هنجد الفيبولار فاسيت اللي هو مكان اتصال الهيد اوف فيبولا مع اللاترال كوندايل اوف تيبيا، وكذلك السيمي ممبرونوزس جروف. هذا الكلام بنكرره ونعيده نظرا لاهميته. ندخل على الباوندريز من خلال دايجراماتيك الستريشن برسم يدوي. فهنجد الاربع اتجاهات المعروفه، ده الوضع السوبيريور او ابر، انفيريور او لور، وده الوضع اللاترال، وده الوضع الميديال. فهنجد ان الابر لاترال باوندري بتشكله عضله البايسبس فيموريس ماسل، اما اللور ميديال باوندري نشوف مع بعضنا كده العضلات اللي بتشكله السيمي تندنوزس رقم واحد، قاعد تحت منها السيمي ممبرينوزس، وقاعد تحت السيمي ممبرينوزس الادكتور ماجنس ماسل اللي هي باللون الاخضر. الجراسيلس قاعده على الميديال سايد، بس جايه منين؟ من قدام شويه، دي الجراسيلس. وموست انتيريور هنجد عندنا السرتوريوس اللي كانت طالعه من الانتيريور سبيريولك سباين لكنها تبع الفرنت، جزء منها بيشكل ويكون مين؟ بيشكل الابر ميديال باوندري، والتلاتة بينتهوا هنا في الاس جي اس. اللور ميديال واللور لاترال باوندري، اللور لاترال بتشكله اللاترال هيد اوف ذا جاستروكنيميوس، واللور ميديال باوندري بتشكله الميديال هيد اوف جاستروكنيميوس. وهنجد الاريا بتاعتنا اللي هي رومبويدال انشيب تقع في هذا المكان. علشان نتكلم على الفلور اوف ذا بوبليتيه الفصه يهمني ان انا نستعرض اولا عضله مهمه بتشكل جزء مهم من الفلور. العضله دي اسمها بوبليتيس. ده فيو خلفي للباك اوف ني. في هذا الفيو ظهرت الفيمر، وبالشكل اللي عليه الفيمر ده نقول اكيد ده البوستيريور فيو اوف فيمر، ومن هنا من ورا ده كان البوستيريور فيو او البوستيريور سيرفيس اوف تيبيا اند فيبولا. دليلي على ذلك البوستيريور سيرفيس اوف تيبيا الابر اند عليها علامتين، الفيبولار فاسيت والسيمي ممبرينوزس جروف. كذلك يوجد على الباك اوف تيبيا على الشافت السوليال لاين، ونازل منه الفيرتيكال لاين. اما الباك اوف فيبولا فكان عليها الميديان كريست. بالشكل ده نقدر نقول ان الفيو ده هو بوستيريور فيو لجغرافيا العظام في منطقة البوبليتية الفص. العضلة بتاعت اللي اسمها بوبليتيس، العضلة ظهرت اهي، نرسمها تاني. العضلة اهي، تشوف الاوريجين بالاحمر والانسيرشن بالازرق. من خلال هذا المسار لهذه العضلة هنقدر نطلع اربع هيد لاينز. الاوريجين بتاع العضلة ديت كان على نقطة او من على جروف يقع على البوبليتية السيرفيس، يقع على اللاترال سيرفيس اوف ذا لاترال كوندايل اوف فيمر. هذا الجروف يسموه بوبليتي الجروف. اما الانسيرشن بتاعها فكان في المنطقه المثلثه اللي هي التريانجولار شيبد اريا اللي تقع اباف ذا سوليال لاين على الابر بارت اوف ذا باك اوف شافت اوف تيبيا. النيرف سبلاي بتاع هذه العضله اسمه التيبيال نيرف، هنتناوله تفصيلا في الاوقات اللي جايه، لكن ذكر مره قبل كده انه كان واحد من التيرمينال برانشز اوف سياتيك نيرف. الاكشن بتاع هذه العضلة، هذه العضلة رغم انها صغيرة الا ان الاكشن الاساسي بتاعها هتعمل فليكشن اوف ني جوينت اللي بيسموه الانلوكينج.
هنفسر شوية، نقعد وقت مع بعض نفسر معنى كلمة الانلوكينج يعني ايه. النيب بتاعتنا وهي في وضع الفول اكستنشن بتبقى لوكد. لوكد يعني ايه؟ كلمة لوك يعني مقفول، فلوكد يعني مغلقة ما بتتحركش، بتبقى وان ماس، بتبقى الفيمر والتيبيا بيبقوا وان ماس لا يمكن انها تتحرك، ده في وضع الفول اكستنشن. في هذا الوضع بنسمي الني از لوكد. في الحالة ديت اللور لمب كله بيتحرك كوان يونت. اذا حبيت افصل كل جزء واحركه لوحده فلازم اعمل له انلوكينج، يعني افك هذا الايه، هذا البوزيشن، افك الاكستنشن، اعمل ريليز للاكستنشن. اعمل له ريليز بان انا اعمل فليكشن، فاللي بيبتدي الفليكشن اوف ني جوينت للمساعده في فك اللوك اللي هو الانلوكينج عضله البوبليتياس بتاعتنا. ادي شكل البوبليتياس ماسل لما احطها في اللور لمب كاملا على بعض. ندخل بعد كده على الفلور اوف بوبليتيال فوسا، ومنه على الجزء الاخير اللي هو الكونتنتس، واول واحد فيهم اللي هو البوبليتيال ارتري. تعالوا نشوف الفلور اوف بوبليتيال فوسا. في هذا الدياجرام التوضيحي ديت كانت اللور اند اوف فيمر، واحنا قصينها من فوق من هنا. اللور اند اوف فيمر دي اللور اند اوف شافت، ودي اللور اند. اللور اند مش باينه لانها متغطيه، متغطيه بسوفت تيشو اسمه كبسول. كذلك الابر اند اوف تيبيا مش باينه لانها هي كمان مع اللور اند اوف فيمر بيشكلوا ني جوينت، والاتنين مع بعض مغطيان تماما بمحفظه من دنس فايبرس تيشو او دنس كونكتيف تيشو اسمها الكبسول. طيب في اللور اند او في اللور بارت اوف ذا شافت اوف فيمر كان في عندي لاترال سوبرا كوندايلر ريدج وميديال سوبرا كوندايلر ريدج. التو ريدجز اللي سبيس اللي قاعد بينهم اسمه البوبليتيال سيرفيس اوف فيمر، اما اللور اند اوف فيمر والابر اند اوف تيبيا فكانت بتضمهم محفظه واحده اسمها الكبسول. اما عندي هنا البوبليتياس ماسل كانت مغطاه بشكل من اشكال الديب فاشيا اسمه بوبليتيال فاشيا او فاشيا كفرنج بوبليتياس. بالشكل ده اذا حبينا نقول ان الفلور اوف ذا بوبليتيال فوسا اذا قسمناه بتو ايميجينري هوريزونتال لاينز، التو ايميجينري هوريزونتال لاينز واحد يمشي في الابر بوردر اوف ذا كبسول، واحد يمشي على اللور بوردر اوف ذا كبسول، فالتلات تلات بتاعتنا التلت اللي فوق هيكون بيه اللي هيشكله عظم بون اللي هي البوبليتيال سيرفيس اوف فيمر، لكن هنا في باد اوف فات تفصل الارتري عن البون. الميدل ثيرد اوف ذا فلور اوف بوبليتيال فوسا هتكونه الكبسول اوف ني جوينت، اما اللور وان ثيرد اوف ذا فلور اوف بوبليتيال فوسا فكانت بتشكله الفاشيه اللي بتغطي عضله البوبليتياس. بالشكل ده تناولنا السايت والشيب، الروف والفلور، الباوندريز. اما الايتم او الهيدلاين السادس هو الكونتنتس. الكونتنتس اوف بوبليتيال فوسا هي ثلاث حاجات اساسيه، هو في عباره عن ارتري وبين وتو نيرفز، يعني حاجه مقسومه لاثنين اللي هو النيرف مقسوم لقسمين اثنين، يبقى ارتري وفين وتو نيرفز وحاجتين اثنين فرعيتين، هي الباد اوف فات سرير الدهن اللي هذه الاستراكشرز راقده عليه، كذلك بعض من الليمف نودز يسموها بوبليتيال ليمف نودز. اول واهم واخطر هذه الاستراكشرز اللي بتشكل الكونتنتس هو البوبليتيال ارتري. البوبليتيال ارتري كأي ارتري في جسم الانسان لما احب اتكلم عليه انا عندي اربعة هيد لاينز اساسية، البيجينينج والاند، الكورس والريليشنز، ثم البرانشز. بخصوص البيجينينج البداية، بداية البوبليتيال ارتري، لما اتكلم على كلمة البداية او البيجينينج يبقى بقصد بيها حاجتين اثنين، المكان اللي ابتدى عنده هذا الارتري والفرع
او الترنك اللي طلع منه هذا الارتري. فالبوبليتيال ارتري ابتدى as a continuation of femoral artery. المكان هي فتحة اسمها الدكتور هايتس، والفتحة دي كانت زي ما احنا قلنا قبل كده كانت موجودة بين البيوبيك بارت والاسكيار بارت of الدكتور ماجنوس. فالكتب القديمة بيسموها opening of into او opening in the الدكتور ماجنوس مصر. ده كان البداية بتاعت البوبليتيال ارتري as a continuation of femoral artery at the adductor hiatus او at the opening in the adductor magnus. النهاية بتاعته ينتهي البوبليتيال artery عند the distal border of the popliteus. الديستال اللي هو lower border لعضلة البوبليتيوس، بانه يتفرع الى فرعين اتنين. anterior tibial هيدخل من في السبيس الموجود بين الفيبولا وبين التيبيا، ويدخل من خلاله الى الانتيريور كومبارتمنت اوف ليج. اما البوستيريور تيبيال ارتري فهيظل يسير في من البوبليتيال فوسا الى الباك اوف ليج. ده البيجنينج والاند. اما الكورس والريليشنز، الكورس والريليشنز اوف ذا بوبليتيال ارتري تهمنا جدا مع الاستراكشرز اللي حواليه. هنقول عندي عاوز اتكلم على الحاجات اللي قدامه واللي وراه. الحاجات اللي ماشيه قدامه امامه يعني الحاجات اللي تقع ديب لو، والاستراكشرز اللي ماشيه ديب لو هي الاستراكشرز اللي بتكون الفلور اوف ذا بوبليتيال فوسا، وكانت تشمل البوبليتيال سيرفيس اوف فيمر الابر ثيرد او الابر بارت، الباك اوف كبسول اوف ني جوينت في الميدل بارت، والفاشيا كفرنج ذا بوبليتيال مسل في اللور بارت. دي الحاجات اللي ماشيه ديب او اللي قاعده ديب، ديب بمعنى انتيريور. اما الحاجات اللي مغطيه، الحاجات اللي بتمر من على هذا الارتري، فكان في عندي نيرف وفين. النيرف اسمه تيبيال نيرف او ميديال بوبليتيال نيرف، والفين اسمه بوبليتيال فين. هتبان الحاجات ديت في الدياجرام التالي بصورة اوضح شوية. دياجرام اخر مبينا الريليشنز اوف ذا بوبليتيال ارتري وذ ذا فين اند نيرف. البوبليتيال ارتري بتاعنا اهو المتخطط بخطوط عرضية، ده البوبليتيال ارتري ماشي بالطول. البوبليتيال ارتري الريليشنز بتاعته مع البوبليتيال فين، هنقول ان ذا ابر وان ثيرد اوف ذا فوسا اللي هو هنا ده كان الفين يقع لاترال للارتري، في الميدل ثيرد اوف ذا فوسا كان الفين يقع سوبرفيشيال. سوبرفيشيال يعني بوستيريور تو ذا ارتري. اما في اللور وان ثيرد اوف ذا فوسا كان الفين يقع ميديال to the popliteal artery. طب تعالوا نشوف الريليشن with the nerve. النيرف المقصود في هذه الحالة هو التيبيال نيرف. تيبيال اللي هو الميديال بوبليتيال نيرف. In the upper part of the popliteal fossa كان النيرف اللي هو التيبيال نيرف يقع lateral للارتري، وكان في الميدل وان ثيرد او في الميدل بارت كان النيرف يقع superficial to the artery and vein. اما في اللور بارت اللور وان ثيرد of the بوبليتيال فوسا فكان النيرف يقع ميديال تو ذا بوبليتيال ارتري اند تو ذا بوبليتيال فين. دي كانت الريليشنز اوف ذا بوبليتيال ارتري وذ ذا بوبليتيال فين اند ميديال بوبليتيال او التيبيال نيرف. اذا جينا نشوفه في دياجرام توضيحي في رسم يدوي مبسط، فهنجد عندي الخريطه الجغرافيه للبوبليتيال فوسا، وادي البوبليتياس مصل اللي كانت بتشكل اللور بوردر بتاعها بيشكل لور ليميت اوف ذا بوبليتيال فوس. هنا عندي ده التيبيال نيرف، وده البوبليتيال ارتري، وده عندي البوبليتيال فين. ادي البوبليتيال ارتري كان الفين في الابر ثيرد يقع، انا هنا عامل الارتري كما لو كان له 3 3،
التلت اللي فوق كان الفين والنيرف الاتنين يقعوا لاترال للارتري. في الميدل ثيرد كان النيرف والفين سوبرفيشيال تو ذا ارتري، سوبرفيشيال يعني بوستيريور. اما في اللور وان ثيرد كان النيرف والفين ميديال تو ذا ايبوبليتيال ارتري. دي كانت الريليشنز اوف ذا ايبوبليتيال ارتري، وبخاصه مع البوبليتيال فين اند تيبيال اللي هو الميديال بوبليتيال نيرف. الجزء الاخير الهيدلاين الاخير الرابع من الايتمز اللي هنتكلم فيها على البوبليتيال ارتري هي البرانشز. هذا هو، تعالوا الاول نفك طلاسم هذه الخريطه التشريحيه. هذه الخريطه التشريحيه العضله ديت اسمها البايسبس فيموريس، وما ننساش ان لها كان لها اتنين هيدز. اما مجموعه العضلات اللي على الميديال سايد اللي كانت بتشكل الابر ميديال باوندري فكان فيها السيمي تندنوزس، ادي السيمي تندنوزس، تحت منها السيمي ممبرنوزس، الادكتور ماجنس تحتهم الاثنين ومش باينه، اما الجراسيلس فكانت واضحه جدا على الموست ميديال سايد. هنا الجاستروكنيميوس ماسل مقطوعه في الرسمه دي ومقلوبه، ادي الميديال هيد اوف جاستروكنيميوس مقطوعه ومقلوبه، ودي اللاترال هيد اوف جاستروكنيميوس مقطوعه ومقلوبه، فصلناهم فظهر من تحتهم بعض من العضلات. ادي الايه البوبليتياس ماسل اهيت، والماسل الكبيره ديت المقطوعه اللي جزء من هنا وجزء من هنا اسمها سولياس، وقطعناها علشان نبين البرانشز اللي تمشي تحتها. البرانشز اوف ذا بوبليتيال ارتري هنقسمها الى ثلاث مجموعات. المجموعه الاولى هي عباره عن ارتري واحد في صوره ارتري رايح يغذي السكن والسراوندنج فاشيا، هذا الارتري اسمه شورال ارتري. ومحدش يقول لي، محدش يسال يقول انا ليه مش شايفه، لان هو مفروض يرد ويقول لي في الرسمه ديت مفروض ما نشوفوش، مفروض ما يكونش واضح. هو يعني هو هنا ايه، هو في الحقيقه مازال موجود اهو ده الشورال ارتري، انما المفروض يكون مقطوع. ليه؟ لان احنا شايلين السكن والفاشيا، فهنجد هنا حتى المصل مقطوعه والشريان مقطوع من هنا، لكن ديت كانت البدايه بتاعته، ادي بدايته وهيتقطع من بعدها في الجزء اللي رايح للسكن والسوبرفيشال فاشيا. يسموا هذا الارتري شورال ارتري، يسموه شورال اللي هو ده شورال ارتري. ده الارتري الاول. الارتريز اللي بعد كده اسمها ماسكولار ارتريز، والماسكولار ارتريز هي unnamed ملهاش اسماء، unnamed artery، زي مثلا الارتري الصغير ده اللي رايح، الارتريز الصغيره ديت اللي رايحه تغذي المسلز اهي المقطوعه دي، فدي بيسموها ماسكولار ارتريز. ثم في بعد ذلك في ارتريز رايحه تغذي مفصل الركبه، مفصل الركبه بيسموها الني جوينت، الارتريز اللي رايحه تغذيها يسموها جينيكولار ارتريز، والجينيكولار ارتريز اللي رايحه للني يبلغ عددهم خمسه، في اول واحد فوق سوبيريور لاترال جينيكولار اللي هو هنا بيسموه لاترال سوبيريور جينيكولار، او نقول عليه سوبيريور لاترال جينيكولار، الثاني رايحه الميديال سايد سوبيريور ميديال جينيكولار، من تحت في عندي inferior lateral genicular على lateral side و inferior medial genicular على medial side. اما الخامس والاخير هنا ده اسمه middle genicular، هو مكتوب هنا مش مظبوط، مكتوب medial، هو في الحقيقه مش medial، هو middle genicular، صحيح بيظهر على medial side لكن اسمه middle genicular. ادي كانت مجموعه الارتريز، المجموعه الثلاثيه اللي خرجت من البوبليتيال ارتري، ثلاثة جروبس كيوتينيوس وماسكولار وارتيكولار اللي اسمها جينيكولار. في منظر اخر ادي عندي منظر اخر لللور ليمب، هنا اللور ليمب مقطوع مرة بصورة دائرية زي هنا وهنا، ومرة اخرى بصورة تشريحية طولية. المرة الدائرية ظهرت على عندي ادي البايسبس فيموريس ماسل بالتو هيدز بتاعها اللونج هيد
ودي الشورت هيد. دي هنا عندي السيمي تندونوزاس ماسل، وتحتها الكبيره ديت السيمي ممبرونوزاس ماسل، واللي ماشيه على الميديال سايد ديت كانت الجراسيلس ماسل. مين ديت؟ دي كانت بقيه السيمي تندونوزاس اللي هنا اهي السيمي تندونوزاس، بقيتها هيمشي بهذا الشكل، ادي السيمي تندونوزاس. امال مين ديت؟ كانت بقيه باقي السيمي ممبرونوزاس ماسل. وادي بقيه البايسبس. الجاستروكنيمس اهي، ادي الجاستروكنيمس بس مقطوعه بالتويز بتوعها، وتحتها عضله اسمها سوليوس ماسل. الجاستروكنيمس هنا من فوق اهي، ادي اللاترال هيد وادي الميديال هيد. تعالوا نشوف بعض من البرانشز اللي نحب نتكلم عليهم. ادي السوبيريور ميديال جينيكولار، وده السوبيريور لاترال جينيكولار، وده الانفيريور لاترال جينيكولار، وده الانفيريور ميديال جينيكولار، ودي بيسموها الجينيكولار ايه؟ الجينيكولار ارتريز، اللي خارجه من البوبليتيال ارتري ورايحه تغذي النيه جوينت.